السلام عليكم اصدقائي ورحمه الله وبركاته معكم منصور الناصر وحلقه جديده من اوهام الدين في هذه الحلقه ساتناول موضوع نشرته في يوم امس وهو بعنوان اكبر رجل دين لن يصمد لدقائق امام اي مثقف حقيقي حول هذا الموضوع يعني وردت كثير من التعليقات من الاصدقاء وكان الموضوع يعني انا بحجم بحجم الردود عليه والتعليقات والاراء التي طرحت فيه واعتقد هذا دليل على حيويه هذا الموضوع واهميه وحيويه الراي العام والاصدقاء المتفائلين في القناه وهذا هو هدف القناه انه نحن نناقش القضايا الحقيقيه التي يجب ان نناقشها ونمعن التفكير فيها وعلى هذا الأساس أنا راح أستعرض طبعا الردود كثيرة جدا وأنا ما أستطيع أغطيها بالكامل لكن ممكن زيارة القناة وأيضا تعميق الموضوع وممكن بعد ذلك نسوي حلقة حوار مباشر حول هذه القضية هذه القضية تبدو هي بسيطة لكنها عميقة جدا وخطيرة جدا أيضا وكان هي سبب رئيسي يعني جوهر الفكره السبب الرئيسي في انعدام الحوار فيما بيننا بسبب وجود رجال دين دائما يعتقدون بانهم هم اصحاب الحق وانهم الوحيدون الجديرون بان يتبعهم جديرون بان يتبعهم الجميع وهؤلاء دائما لديهم فكره بانهم على حق والاخرين على باطل ومن من خلال هذا تطلع تظهر كثير من القضايا منها انه فكره انه لا يدخلون في مناظرات مع احد وان دخلوا فهم من باب الموعظه ما يسمونه الموعظه وتنصيب انفسهم على الناس بصفة عالي علماء وعارفين وأن الآخرين دائما على خطأ وكل ما عليهم أن يتبعون ما لديهم من الحق هذه الفكرة هي عصب التفكير العربي الإسلامي عبر التاريخ الإسلامي أيضا والشرقي عموما في منطقتنا لكن هذا هذه القضية أصبحت الآن كما يعرف الجميع مفضوحه ولا يمكن تغطيتها باي شكل من الاشكال وهذا النقاش راح يكون حول هذه القضيه وبالبدايه راح اتحدث عن فكره المناظره وقضايا اخرى بعد ذلك اجلها الى حلقه اخرى حول موضوع الكفر والايمان. فكونوا معي. في البداية أهلا بكم أصدقائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا في البداية سأرد على العديد من الاتهامات التي وجهت لي في هذه الحلقة وهنا لم أكن أتقصدها أو لم أكن أقصدها أو أيضا هنالك البعض الذي أساء فهمي واساء فهم ما اطرحه وهو وظن البعض بانني ادعو الى مناظره فلان او علان من رجال الدين المعروفين خاصه انا لا اناظر هؤلاء لانني مبدئيا لا لا يوجد لدي بيننا شيء نتناظر عليه المناظره تجري كما قلت في الحلقه السابقه بين طرفين لديهما وجهتان نظر مختلفة او مت... تحت سقف الحياة والواقع والمشاكل الانسانية، لكن المشكلة التي يطرحها الدين لا علاقة لها بالانسان ولا رجال الدين يطرحون مشاكل لها علاقة بالانسان، بل لها علاقة بالرحمن وواجبات الرحمن وحقوقه التي يجب ان ينصاع لها الجميع، بالتالي انا لست معنيا بما بمشاكل الرحمن الخاص بهم او الاله الخاص بهم، انا لا 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 اراعي هذه المساله او احترمها ولكنها ليست محط اهتمامي، محط اهتمامي هو مشاكل الناس واقعهم القوانين التي تج... التي يعمل بها فيما بينهم مساوئها وكل ما له علاقه بالحياه على هذه الارض وضمن هذه الظروف ووفقا لحاجات هؤلاء الناس واستجابة لشكاواهم والظلم الذي يتعرضون له باسم باسم عقائد عديدة كلها كما نعرف بشكل تقريبا يعني أكاد أكون 99% من عقائد والتقاليد والأعراف التي تسود بيننا لا علاقه لها بمشاكل الانسان دائما لها مشاكل بمشا... ب... بقضايا تتعلق بالحكام والسلاطين والآلهة ورجال الدين أما مشاكل الناس الـ الناس الـ الذين هم مصدر الصلعة السلطة مصدر سلطة أي دولة أو أي حكومة أو أي سلطان هم هؤلاء الذين يوضعون دائما في ليس في الخانة الأخيرة بل يوضعون خارج الخانات جميعا ويعتبرون يعني هؤلاء من المكلفين أو الرعية التي يواجبها الوحيد هو الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة أولا أقول لمن يتهمني بأنني أبحث عن الشهرة أقول له يعني يتهمني بأنني أبحث عن الشهرة وأنني أتحدث مثلا أختار أسماء مثل عدنان إبراهيم القنيبي أسماء أقل مرتبة مثل رشدي وهيثم طلعت ودولة هاي الأسماء أسماء يعني ما لها علاقة بالواقع ما لها علاقة بمشاكل الناس؟ لها علاقة بقضايا رد على الملحدين مثلاً رد على كل من يعترض على خطابهم الديني اللي هو خطاب مكرور يعني معروف ليس فيه أي جديد وليس فيه أي تعقيد هو معروف قضيته كلها قضية الطمع بالسلطة ومحاولة الوصول لهذه السلطة والتحكم بأمر الناس وبعد ذلك فرض هذه السلطه عليهم وحمايه هذه السلطه والدفاع عنها بكل طريقه. هذه هي قضيتهم الواحده، فانا ما... ما الذي يجمعني بهم؟ انا عندما ابحث عن الشهره ممكن ان تجد دلائل على هذا والدلائل هذه لن تجدها، لم... لن تجدني موجود خارج هذا المكان، انا موجود في هذه القناه الخاصه باسمي. والمشتركين بها مع لحد الان تقريبا 24 الف مشترك وهذا كلهم أخو، أخو، اخواني واشقائي وشقيقاتي واحبتي واحنا مشتركين جميعا في هذه القناه وهي مفتوحه لكل من يريد ان يشترك ليسوا مشاركين انما هم مشتركين وهذا انا واثق من هذا الكلام ولا اقوله مجامله ولا توريه لا اقوله بشكل بشكل حقيقي الفكره بانه انا اذا ابحث عن شهره فممكن يعني ممكن اطلع خارج المكان أو يعني اعرض نفسي في قنوات اخرى او في اماكن اخرى وعندي هاي الفرص موجوده لكنها ليست بالاهتمام الذي ليست بمحط اهتمامي ممكن لكنه لحد الان ليست محط اهتمامي وجتني عروض لكن لم لم تكن عروض مناسبه لكن انا ما احتاجها اصلا ولا كانت موجوده فلا باس لكن ليست قضيتي ولحد الان لا احد يراني في اي مكان اخر غير هذا تقريبا الا مره او مرتين تواجدت في قناه الصديق العزيز قناتين الصديق العزيز شعيب وليس اكثر صديق الجندي قبل سنه ونص تقريبا ليس اكثر من هذا حتى صفحتي على الفيسبوك انا لا انشر فيها الفيديوهات او المحاضرات التي انشرها في قناتي على اليوتيوب رغم انه صفحتي على الفيسبوك متابعه لكنها يعني يوميا تقريبا تتعرض لعقوبات تافهه ولاسباب تافهه جدا لكن هذا كل ما في الامر اللي يهمني هو فقط ان نطرح الاراء ونتناقش فيما بيننا حولها وبجديه وبوضوح وبدون خشيه وبحريه كامله لا تخشى اي شيء وحتى اذا اخطانا في حكم او تطرفنا في شيء فلا باس ممكن إن ندخل في نقاش بعد ذلك ونعيد النظر في ما لدينا المناظره بهذا المعنى تكون لها جدوى جدوى باننا انا عندما اناظر الاخر اناظر الاخر حول قضيه نحاول ان نبحث عنها وليس مساله صراع ومواجهه طبعا هناك من يقول لي بانك يعني تختار هاي الاسماء حتى لانها معروفه تقول لا باس من يقول هذا الكلام اقول لا باس يعني لانها معروفه يعني ماذا تريدين ان اتحدث عن اسماء غير معروفه مثلا يعني ما هذا المنطق العجيب ثم الأسماء المعروفة هي معروفة للجميع يعني أنا فقط عندما أتحدث عنها تصبح يصبح محاولة للتقرب لهذه الأسماء المعروفة أو محاولة للتعريف بنفسي أنا شخص معروف لسه مجهولا وما أحتاج أكثر من هذه المعرفة وأحتاج فقط للناس المعنيين بالخطاب الذي يوجهه أو نمط التفكير الذي يشغلني أما الشخص الذي لا تشغله المعرفة ولا الفكر ولا النقاش ولا الحوار حول القضايا الأساسية في حياة الإنسان والمعارف الإنسانية فهذا أنا أصلا إحنا ما نحتاجه ما نحتاجه ولا ولا أدعوه لأن يبقى في هذا القناة أصلا لأنه وجوده سيكون مضرا ومسيئا لنا أو يعني يجعلنا نقضي وقتا معه بلا جدوى واما من يقول انه تتحدث عن هذه الاسماء فاخترع عليه اسماء عن من تريدني ان يعني اتحدث؟ عن يعني جارنا عبد البواب مثلا او ام علي جارتنا او عن ماذا؟ ما اعرف يعني, يعني ما هي الاسماء المهمه التي في رايك يجب ان اتحدث عنها. هذه اسماء هي موجوده ولها تاثير ولها متابعين وتطرح اراء انا هذه الاراء ارى فيها اشكالات كثيره واطرح ارائي واقول رايي في هذه الامور. اللي فقط لكي اشارك اشاركها مع الاخرين والاخرين غير مجبرين على سماعي يعني هي مساله مساله تداول حر المعلومات والافكار وايضا يعني القنوات بالملايين فما المشكله ان واحد يطرح رايه والناس هي تختار ما يعجبها هناك من يقول مثلا انت اقل مرتبه من هؤلاء أنا أسأل وأجاوب وأقول يعني ما معنى هذا الكلام ثم أين المشكلة يعني أنا أقل مرتبة من فلان أو فلان أو من الجميع أين المشكلة أنا أقل مرتبة لا بأس أنا موافق لكن ما معنى أقل مرتبة ما معنى مرتبة كيف نحدد هذه المرتبة هذا كلام سمج وتافه و أو مع الاعتذار لمن يقوله ربما لا يدرك ان يعني هي كلام يقال ماشي سائد يعني لكن من يقوله عليه ان يفكر اكثر في معنى هذا الكلام ربما يكون متسرع ربما يكون قال شيئا لم يقصده ثم انا ايضا كما اشرت بنا لم اعرض مناظره مع احد كما قلت لانه يعني ما قيمه ان اناظر شخص مثل عدنان ابراهيم او القنيبي او حتى هذا عبد الله رشدي هذا كل ما يقولونه معروف يعني انا اعرفه كله من بدايه لنهايته كله هراء في هراء هراء يعني هراء بمعنى الهراء ولم وليس له اي مردود على الناس وليس في صالحهم على الاطلاق هذا هذا الهراء صار له سنه يتكرر نفسه لمجرد تغيير وتقديم بالجمل والعبارات وبلاغه وكلمات بلاغيه ولغويه وممكن تسمعوهم يعني ممكن تسمعون عدنان بعد منا الألف سنه لن يتغير شيء لن يقدم لكم شيء هو لانه داخل في هذه الدوامه التي لن يخرج منها دوامه الغيوم اللغويه المصطلحات ويحاول يقول لك هذا المعنى كذا والرحمن وانه الرسول والقران وهذا كلام كله ما فائدته مع احترامنا للقرآن مع احترام للأنبياء مع احترام لكل الناس ولكل شيء لكن هذا ما... أين نضعه هذا الكلام كله هل نحن الناس عندما نخرج للعمل ونحاول أن نتعلم ونطور أنفسنا ونطور بلادنا ونزرع أرضنا ونسوي مصانعنا ما, ما علاقة هذا الكلام الذي يتحدث به عدنان إبراهيم والقنيبي ورجدي وغيرهم بكل هذا هؤلاء بالعكس هؤلاء يتحدثون عن قضايا لا علاقة للناس بها ويبدو هذا مقصود يعني لم يكن يعني هذا الانحراف بالعقل وبالفكر وانشغال الناس بقضايا لا ليست في صلب اهتماماتهم ولا حاجاتهم هو معنى المعاني محاوله ل او محاوله هو سعي مخطط له بدقه لان يتم استعبادهم واستغلالهم وحرف انظارهم عن ما هو جوهري بالنسبه لهم وفي الوقت نفسه سرقتهم واستغلالهم من جهه اخرى. قبل ان اتناول تعليقات الاصدقاء راح اقول اسال يعني اقول لمن يقول لي انت لن تستطيع مجابهه هؤلاء ولا مواجهتهم. اقول لهذا الشخص ايضا هذا السؤال هو اعتراض غير صحيح وخطا ولا يجوز ان نطرحه بهذه الطريقه يجب ان نكون على درجه من الادب والخلق التي لا نستخدم فيها عباراتنا بطريقه لائقه وصحيحه وليس لائقه فقط صحيحه وذات جدوى يعني ما معنى أن جاب وواجه هؤلاء هذا معناه ان هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام هذا شخص داخل في عالم صراعي عالم صراعات وخصومات وحروب لا أول لها ولا نهاية وكل شيء يحدث بالنسبة لي هو عبارة عن مجابهة وحرب شعواء بين أطراف مختلفة هذا أنا لا أجابه آخرين لا أحتاج أن أدخل ولا أواجه أحد أنا عند يعني لماذا أجابه؟ أنا يعني هذا الكلام لا أتحدث عن نفسي، أتحدث عن هذا المنطق الأعوج الفاسد الذي يهيمن على حياتنا وهو هذا بسبب المنطق الديني الفاسد أيضا والذي الذي يحول العالم إلى طرفين حق وباطل وأنك على باطل وأنا الوحيد الذي على حق، فبالتالي هذا لابد أن تحارب من أجل هذا الحق، لا لا حاجة للحرب. الحروب شبعنا من هل, ف... هل نفعتنا في شيء الصراعات وال... والخناقات وال... والنزاعات هذه كلها موجوده عبر حياتنا لم تمر سنه في تاريخنا لم تكن فيها حروب بشعه وباسم دين او باسم اله او باسم عقيده او باسم اي شيء وكلها اكاذيب واوهام فلا يجب أن نغير هذه الطريقة ونحترم للآخرين آرائهم ونقول هذا كل واحد له حق أن يطرح رأيه امرأة أو رجل أو حتى طفل كل إنسان إلى إلى خصوصيته وإلى استقلاليته بل ندافع عن هذه الاستقلالية باعتبارها هي الرصيد الأساسي الذي يجب أن ننطلق منه إلى المستقبل ومن خلاله نستطيع أن نبني أو نصنع أفاق المستقبل التي طالما كنا نردمها ونستسخفها او نسخفها او نقلل من شانها في 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 اللي صالح الماضي اي يعني اننا ما زلنا نعود الى الماضي لكي نتقدم الى المستقبل هذا كلام لا يجوز الماضي بالنسبه لنا خنزير ميت كما قلت في احدى قصائدي وحال خنزير ميت ويجب ان نحرمه نحرمه علي نحرم علينا لعمه وطعمه، الماضي هو الخنزير الحقيقي الذي يجب ان نحرمه علينا ويجب ان نتخلص منه وان لا نتقرب له، التحريم يجب ان يكون للماضي وليس للخنزير ولا ما شابه من هذه الامور. من يقول تعالى ناظر عدنان ايضا وهذه الفقره أخيرة قبل التعليقات من يقول تعالى ناظر عدنان او القنيبي او ما شابه من هذه الاسماء الزائده التي لا قيمه لها نوعيه في حياتنا انما قيمه اعلاميه وبروباغانديه لا اكثر ولا اقل تعالوا لم يناظروا احدا في حياتهم لا هذا عدنان كم صار الشخص مع احترامي وتقديري له كم صار له؟ 50 سنه يمكن. عمره عبر الخمسين لم يناظر احدا في يوم من الايام ما جدوى انت موجود في هذا العالم الذي فيه اشكال لا تحصى من من الفلسفات والافكار والتيارات الفكريه والدينيه والعقائديه واشكال لم لماذا لم تدخل في حوار مع احد؟ ما السبب؟ لانك تدل واضح يعني انه لا يستطيع ان يلتقي مع اخر. هو اقصى شيء يفعله يجامل يجامل السلفي نوعا ما يجامل الشيعي يجامل يحاول أن يلعب على جميع الأطراف ويجامل العلم يجامل داروين يجامل التاريخ يجامل كل شيء يحاول ترتيقه ودائما وت... تراه يحاول أن يبقى على مسطرة الحياة وأن يتوازن لكن هذه المسطرة أين تقع تقع دائما في منطقة التخلف والماضي والفكرة المنهج الماضي ال ال الذي لم يعد صالحا باي شكل من الاشكال، هو اصلا ما كان صالح، من اللحظة الاولى لم يكن صالح، كان صالح فقط لخدمة الحكام ولتعزيز سلطاتهم واستعباد الناس وفرض سلطتهم عليهم، على يعني اقصد سلطة الحكام على الناس، ليس اكثر من هذا. اهلا بكم اصدقائي مرة اخرى. في هذه الحلقة كانت اجتنا لقاءات كذا تعليقات كثيرة. في الملاحظة اللي ذكرتها بعد بعد نشر الفيديو قلت له هذا انا لم اعرض مناظرة مع اي رجل دين لا عدنان ولا القنيبي ولا غيره. لان هؤلاء لا يصلحون للمناظرة كما اوضحت في الفيديو نفسه. والسبب ذكرته اكثر مره وهذا سبب اخر هو انهم ليسوا احرارا ولا في قولهم ولا حتى في فكرهم، وكل ما لديهم هو مجرد ردود جاهزه وعبارات فخمه فارغه لا اساس واقعي لها. ولا تؤثر الا في محدودي الثقافه والقدرات العقليه مع احترامنا للجميع. المناظره تتم دائما بين الاحرار، المناظره الحقيقيه يعني الاحرار المثقفين كان مثقفين كانوا او غير مثقفين كل شيء عدا هذا هو مجرد ازعاج واثاره للفتن كما بالتعبير الديني نفسه الصديق ايضا هنا بها ردود مع يعني هنا شخص جمال الطبيعي طالب بمناظره معه فقلت له يعني المساله احنا يعني انا لا اطلب مناظره مع احد يعني فاعتذرت هذا طويل جدا هذا المهم التعليق الثاني من ابن كاظمية صديقي العزيز مع احترامي وتحياتي له قال كلمة جميلة فألف شكر له وصفة العرائش أيضا يعني إنسانة رائعة ودائما تكتب تعليقات مهمة جدا وأتشرف بمتابعتها وكلماتها أيضا صديق سوران تحية طيبة له عمر جبيري أيضا قال قال انا اضغط لايك قبل مشاهده الفيديو شكرا جزيلا صديقي واعتز بمتابعتك وقال واشار الى شيء مهم جدا قال بانه ذكر بالله شو قال قال ان رجال الدين لا يواجهون المثقفين ولا يناظرونهم لانهم محكومون بقدسيه الناس ولا يستطيعون تجاوز هذا الجدار بل الانكى من ذلك ان رجال الدين يشعرون بالاثم من المناظره وهذا كلام صحيح دقيق يعني هذا فاتني أنا أذكره في الفيديو وأيضا في هذا الفيديو وبالضبط هذه نقطة يجب أن ننتبه لها لأن هم هؤلاء مأسورين بهذا النص يسميه محمد أرجون يسميه أعتقد أنت تسمي السياج الدوغمائي أو السياج الأيديولوجي أتذكر هيك شيء هذا السياج ما يقدر يتجاوزه لا عدنان ولا غيره ولا غيره لأنه ماشي على هذا الصراط ويخشى الخروج عليه نهائيا لانه مجرد الخروج من عنده يضيع وهذه فكره الثابت هي نفس اللي دائما نتحدث عنها ان الانسان دائما بحاجه لثابت يتمسك به وهذا الثابت الدين وفره فالدين دائما يحتال على الانسان لكي يوفر له هذا الثابت الذي لا بد منه لكل انسان والا سيشعر انه هو يعني موجود في فضاء بلا مرجعيات وبلا بلا بلا ظهر او بلا جدار يستند عليه او منطقه يرجع اليها اذا تاه في غياهب العالم والافكار والهواجس والحاجات والرغبات فبالتالي دائما لابد ان يشعر بوجود بيت الامان او يسمونه أو المنطقة الآمنة التي دائما يشعر بالدفء والألفة ويعود إليها متى ما شعر بالخطر. أيضا الصديق الصديقة الرائعة شيرين عيناش دائما تكتب تعليقات رائعة جدا وتحياتي إلها وأشكرها جدا قالت لازم الشيوخ يتهربوا من مواجهة المثقفين غير هيك ما بيكون اسمهم رجال دين. تحياتي من القلب لك شكرا جزيلا عزيزة شيرين أعتز بمتابعتك ودائما هي من الحريص على المتابعة ودائما تقدم لي أفكار يعني بصراحة كثير من الأصدقاء ليس فقط شيرين ياسر التوفيق أيضا وكل الأصدقاء اللي حب الأسماء الحلوة عمر والناس اللي أرواح العظيمة النقية الصافية التي تحاول أن تقدم شيء أو أن تفكر بطريقة صحيحة وان تمنح من نفسها فرصه للجميع لان يفكرون او يعيدون النظر في مواقفنا وهو هذا اللي نريده احنا ماذا نريده؟ ليس الهدف هو شن حروب ولا اساءه انما ان نعيد النظر في كل شيء وان نتفق على يعني ان ندخل ندخل انفسنا في افق المحبه والتسامح والتفهم ومعرفه اننا جميعا في مركب صعب هو مركب الحياه والواقع الصعب فبالتالي احنا علينا ان نكون اكثر تواضعا وان لا نتطرف والاصدقاء كلهم لديهم هذا الحس انا واثق تماما من هذا الامر فما نحتاج انه نسير للاخرين هي حياه صعبه كما يقول دائما وان الدين ايضا يحاول ان يضع حلول للمشاكل وبالتالي ولكن المشكله ان الدين يسيء في حله لهذه المشاكل من حيث محاوله فرضها على الجميع يجب ان نكون عقلانيين ومتفهمين حتى اللي أسوأ ما في الدين أنا عندي اعتراض على هذا الشخص اللي صار مع منو بالله هشام المصري يمكن اعتقد اسم الولد والمصري صار عنده خلاف مع الشيخ احمد كريمه وقال ان القران كتاب ارهابي انا اقول اي واذا كتاب ارهابي شنو المشكله والقرآن القران هو دين والدين ليس يعني لا يوزع الورود يعني لا يوجد دين يوزع الورود الدين دائما يحاول يعني يفرص هو اسم الدين هو اسم الطاعة فرض الطاعه والامتثال على العبيد فبالتالي هاي فرض الطاعة كيف يتم لا يتم بالقبل ولا يعني توزيع الهدايا لا الدين يفرض نفسه بالقوة فبالتالي هو بجانب إرهابي حالة حال الدولة الدين هو النموذج أو الصورة الأوسع أو الأكبر من صورة الدولة المعاصرة الحديثة فالدين لابد أن يكون هو مصدر يشرعن العنف فبالتالي هو يشرعن الإرهاب فالارهاب لكن مو معنى المعاصر المعنى الارهاب السلبي او الارهاب المرفوض او الارهاب المحارب الذي يعترض على الدوله فبالتالي كل ما يسمى ارهاب سواء اي ارهاب هو الذي الذي يهاجم الدين المؤسساتي الذي جرى الاتفاق عليه او الدوله التي التي يحترمها الجميع أو التي فرضت نفسها بالقوة على الجميع هذا أي شخص أو أي حركة تخرج على الدين المؤسسات الموجود أو الدولة الموجودة يعتبر إرهابي لكن هن هذا الدين وهذا الدولة مؤسسات الدين ومؤسسات الدولة هي تمارس الإرهاب أيضا لكن الإرهاب الشرعي المشرع هنا الفرق الذي يجب أن نوضح الصورة وعندما يقول كتاب إرهابي هو يقصد الإساءة واضحة لكن هو احنا المشكله لا المفاهيم مختلطه لدينا لانه حتى راح اتحدث بحلقه الكفر والايمان انه المساله ليست الحاد ولا ايمان المساله ان نفهم ما يجري عندما نفهم ما يجري لا ندخل في هذه الخلافات و نتنصل منها يمكن يدخلون بعض يقول لك انه انت المتخاصمين يدخل ويقول لك انت يبدو محايد، لا انا مو محايد انا احاول ان ابصر الجميع حقيقه المنطلقات الفكريه والمعرفيه التي يصدرون عنها او يفكرون بها ويبنون عليها احكامهم القيميه والاخلاقيه والدينيه والسياسيه والقانونيه والاجتماعيه وكل شيء. الصديق ياسر توفيق يقول: الفرق أستاذ منصور أنهم محكومون بثنائية الحلال والحرام ولا يستطيعون الخروج من ذلك المأزق أو الخندق المجادلة حرام وإذا استخدم المنطق في تلك المناقشات فإن رجال الدين يقومون بممارسة المغالطة المنطقية الدائرية، ويستشهد من نصوص مقدسة لديه ويعتبرها يعتبرها نص ثابت غير غير قابل للنقض ولا النقد، وبالتالي ستكون المناقشة كلها مغالطات منطقية، شخصيا لا أفضل تلك النقاشات ولا أشاهدها. وأنا معك صديقي يعني أنا متفق معك تماما في هذا الكلام. لانه هو يعني ماسور يعني هو الشخص الاسير لا يمكن ان يدخل معك في حوار انه هو ولا يقبل والمشكله المأسور دينيا او عقائديا لا يريد ان يخرج من هذا الاسر فانت كيف تتحاور معه؟ انت موجود في فضاء الحياه في فضاء الواقع ومستعد للانفتاح على كل الافكار وكل الاختلافات والشخص هو او يعني حاصر نفسه بزنزانه غير مرئيه اسمها الدين والشرائع الدينيه والواجبات والفرائض الدينيه فماذا كيف له ان يتحدث معك؟ سيتحدث معك على اساس انك موجود خارج هذه هذا الرحم الذي الديني او الثابت كما يسميه الذي هو يعتبره يعني كما يسمى العروه الوثقة بالتعبير الديني الاسلامي هي هاي العروه الوثقة التي لا يمكن ان تنفصم او العقل العقل كلمه العقل بالاسلام كلمه غريبه عجيبه يعني عكس ما هو متصور العقل يعقل الناقه يعني هو معقول في هذا يعني ربط نفسه في هذا عباره اسلم ايضا لها علاقه بالموضوع انه انا اسلم سلمت امري هذا معناته هذا الشخص الذي يسلم امره ويسلم نفسه معناته الشخص بلا ذات بلا نفس بلا امر فتخيلوا هذا الشخص يعني شخص مفرغ من المحتوى فانت هذا الشخص ووضع نفسه في اطار وفي ثابت وميع او موع نفسه او اذاب نفسه ودمرها وسحقها لصالح الجماعه، فهذا كيف يتحدث معك؟ عدنان ابراهيم لا يستطيع ان يتحدث معك، هو مو ليست لديه هذه القدره، هو سحق كل فرصه لظهور هذه القدره، وهو والقنيبي ورشدي وغيره. رشدي محتال مش مشكله هيثم طلعت دوله محتالين يعني واضح من خطابهم يعني مع احترام اسلوبهم يعني يدورون مشاهدات ويدورون فلوس ويستغلون فرص وهذه طريقتهم وربما مؤمنين بالدين هو لان يعني الدين بالنسبه لهم يعني وسيله للحياه وسيله للعيش ولا يشعرون بانهم يضحكون على انفسهم وعلى الناس لكنهم بالنتيجه مؤمنين المؤمن ايضا ملاحظه يجب ان اذكرها المؤمن ايضا يخدع نفسه بالايمان، الايمان هو لابد ان ت... هو نوع من انواع الخداع النفس وبدون هذا الايمان يعني ايضا مشكله. يعني كل انسان لابد ان يخدع نفسه بطريقه او باخرى لكن المتدين الديني او العقائدي يخدع نفسه بطريقه عنيفه جدا و... ويطالب الاخرين بهذا العنف نفسه ما اعرف غيره او ما أدى رغبه بالسيطره على الاخرين والتحكم بامرهم. المهم صديق ايضا مصطفى محمد تحدث مناظره مثقف الماني لا جدوى منها اولا ليش هذه النوعيه يعني هو ضد الموضوع ضد الألمانيين يقول هاي النوعيه همها محصور بحياه الدنيا هاي وحده يقول ثانيا هم مثقفين لكن علمهم مثل همهم لا يتعدى هذه الحياه ايضا يعني يشبه الاولى هذا يعني الاولى همها محصور بالدنيا همهم هم. وهمهم لا يتعدى هذه الحياة يعني أول مرة هاي الدنيا ولا يتعدى ثالثا يظن يظنون أنفسهم أصوب الناس وأحسنهم عملا وطبعا كل واحدة منهم ذاكر آية طبعا ممكن أنت تذكر آية اللي تعجبك ما في مشكلة أحيانا يقول أمازح أفرادا منهم وأقول لهم خليكم مطمئنين للفانية يعني منطق يعني كل جدا بسيط لكن هو هذا المنطق ينطبق عليه هو نفسه الرجل يقول هو محصور بحياة الدنيا مهمك محصور بحياة الدنيا انتم انت هذا التعليق مالتك هو محصور بحياة الدنيا وانت تريد ان تغير الاخر باسم ما تسميه الحياة الاخرة فلماذا تهاجمني ولماذا تسخر مني وتتكبر علي بهذه الطريقة انا اقول لك انت الذي همه محصور بالدنيا هذا كلام ينطبق عليك حتى الايه تنطبق عليك ايضا الثاني يقول رغم كونهم مثقفون علمهم مثل همهم لا يتعدى هذه الحياه انت هذا يرجع عليك نفس الكلام الذي اقوله على الاولى ثالثا يقول يظنون انفسهم اصوب الناس واحسنهم عملا سبحان الله هذا 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 الذي الذي يعني الذي لا لا يسدل عليه ثوب كما يقال او لا يزال عليه من راحت المثل من بالي ذكرونه اذا أه يعني هو من يظن نفسه اصوب الناس واحسنهم عمله هو انتم احنا يعني مبتلين بهؤلاء الناس احنا نقول يا اخوان تعال نتحدث معك تعال نتناظر مع بيناتنا على الحب والسلام والتسامح وعلى اننا كلانا مخطئين او أه لدينا مشكله نعالجها انت لا تقول لا انا الحل موجود عندي انتم الغلط احنا نقول لك احنا غلط احنا مقدما نقول لك نحن خطا ولا نقول لنا نحن اصوب الناس واحسنهم عمل لا تجد مثقف واحد يعني قلبا وقالبا يعني حتى داخل اعماقه يقول لك انا اصوب الناس واحسنهم عمل لا يمكن هذا من يفعلها هو انتم وجماعتكم فقط فبالتالي الكلام مردود أمينة محمد يقول علماء لا يتهربون من مناقشة مثقفين درسوا الدين جيدا. أي علماء دين مثلهم هذا كلام مردود. يعني ما يعني هناك علماء دين فتحوا النقاش مع بعض الجهال مثل عدنان إبراهيم رشدي المصري. المشكلة أن مستوى هذا المتدخل ضحل لا أعتقد أن يقبل عدنان أو رشدي مناظرته بمجرد رؤية فيديو واحد. فقلت لها انا الذي لا يقبل يعني مش هو <applause> انا اللي ما اقبل فالشخص جمال طلع قال انت مستبد برايك هي ما له علاقه هو من المستبد بالراي هو الشخص الذي يناظرنا رجل دين شيخ دين فهو مستبد برايه على ماذا انا اخشى هذا هو مستبد برايه هو عنده هدف واحد فقط ان يغير رايي وانا اصلا ما عندي راي انا اطرح رايي واقول هذا الراي خاضع للنقاش و اذا ظهر خطا نبدله ونبدله وهكذا هكذا صنعت الامم حضارة الشعوب الغربيه انه قال انا ما عندي راي نهائي انا هذا الراي اطرحه ونكتشف خطا ونتجاوز ونعبر ونعبر وهكذا الى الى ان إلى, الى ما لا نهايه وهذا مستمر العمليه منذ نحو 200 عام. الصديق احمد النونو تحياتي له صديق رائع جدا واتابع كل ما يكتبه طبعا. وتعليقاته مهمة جدا وكثيرة يعني تلميحات والتقاطاته كلش رائعة يقول جيد جدا انك لم تناظر احد منهم المناظرة لها شروطها ومنها واهمها ان يكون المتناظران يعيشان في نفس المكان والزمان وان يكون على أن تكون على اسس علمية عقلية بالاضافة الى التواضع والاحترام ويقول بعد ذلك نقول هؤلاء يرجعون لهذه الامور كلها او بعضها للسخريه السب التكبر التكفير والتحريض على القتل هو هذه مساله مهمه طبعا ملاحظه مهمه انه تعد تشوف رجل الدين عندما يتناقش معك هو ما يتناقش اصلا هو يتناقش معك بهدف واحد ان يقول لك انت خطا وانا صح وان المصدر الذي انطلق منه صح معنى معاني هو يفرض سلطه عليك ولا يناقشك هو يقول لك انت لا لست اهلا ليس فقط للنقاش مهما كان حتى لو افترضنا انت على حق فهذا الحق لا علاقه له بالحق الالهي الحق الالهي هو اولى من اي حق اخر انت عموما اصلا انت لا حق لك بالنقاش ولا الجدل ولا عليك بالاتباع فقط انت ما مطالب منك ان تفكر انت تتبع فقط انت بعد ان تتبع تفكر في كيف تتصرف وفقا لما لمن اتبعته او تولى تولى امرك لان باعتبارك انت قاصر لا تستطيع ان تتولى امرك فكيف تفكر؟ يعني هي مساله واحده بواحده مربوطه بالثانيه فبالتالي عندما ياتي هذا الرجل الدين عدنان ابراهيم وغيره فهو يقول لك انت غلط من اللحظه الاولى فعندما تناقشه تناقشه على ماذا؟ ولا لا يوجد حوار بينك وبينه من منذ اللحظة الأولى هذا ممكن يتحاور رجال من دين إلى دين آخر مختلف يقول له أنت دينك كذا وهذا يقول لك كذا ويدخلون في الصراعات التافهة التي لا تنتهي الأمر الأشنع والأخطر أن رجل الدين يقمع الآخر يعني هو لا يسمح بوجود مثقف أصلا فكيف يحاوره هو انسان عدواني ورجل الدين والدين عموما عدواني يفترض نفسه انه هو يمتلك الحقيقه هو لا يمتلك الحقيقه هو يمتلك السلطه و... او لا... ان لم يمتلك السلطه يحاول ان يحصل عليها وبعد ان يحصل عليها يفرض نفسه على الجميع بحجه انه الدين الحق وهاي المساله لا تخص الاسلام تخص جميع الاديان الاديان الشموليه فبالتالي هو لا يناقش هو يفرض السلطه عليك وهذا وهذا اللي يكشف لنا الحقيقه بانه المثقف هو مقموع ومضطهد و وم يعني ولا احد يعتني به حتى الدول العظمى تكره المثقفين ولا تطيقهم يعني الان موظفين ما وحتى لو اكو مثقفين حقيقيين داخل بلدان العربيه الاسلاميه فهم موظفين موظفين وانا ما احترامي لهم وتقدير لمواقفهم يعني بعضهم يحاولون ان يقدمون خطاب مختلف لكن اتفهم ظروفهم لكن الحال سيتغير قريبا ان شاء الله. مثلا الفكره الاخرى اهل علم الشريعه لا يناظرون الا اهل العلم ابو خضر هنا هذا كلام ادواني هذا الشخص محمد حسن يقول ما رايك بنظريه الاكوان المتعدده انا ما اي قضيه يعني لا لا وجود لاي لا لا يمكن يعني جواب اتذكر قلت له النظريه لا اساس لها ولا يمكن التحقق منها مجرد يعني افكار حلوه تاتي في ذهن احد ويتخيلها ويبني على اساسها مخيله واسعه هي نوعا ما شكل من اشكال الدين الجديد خاصه هاي الذين يؤمنون بهذه الامور ابن رافدين الأخ صديق رائع كلش احبه وتحياتي له صوفيا لورين الرائعه التي طالما استفدت من ملاحظاتها التحيات الحاره لها اذا كانت امراه كم تعطي من العام عمر ظاهره التدين او ان تخف حدتها انا قلت ليس اكثر من عشر سنوات ستنتهي ظاهره التدين وهي الان في حاله انحسار شديده وعلى رجال الدين من حلقاتي ذكرت انه الحلقه قبل اسبوع يمكن نشرتها خمسه ايام قلت على على هؤلاء ان يسارعون لانقاذ انفسهم من الوحل الذي هم تورطوا فيه وقال هنا صديق أمتي أمران يقول ربما أقل من عشر سنوات لا هو الدين انتهى يعني بصراحة هو أصلا انتهى هو غير موجود الموجود هو خطاب ديني خطاب ديني يتعكس بالسلطة يتعكس بالسياسة لكن هذا الخطاب انتهى مجرد أن يرفع رجال السياسة أيديهم عنه وهذا حدث عند السعودية هذا تجربة رهيبة خلال السنتين الماضيه شفتوا رجل الدين محمد بن سلمان سوى هاي مشكلته مال خاشقشي وقالوا له امريكا كافي يعني هذا طريقه لا يمكن ان تدخل بالقرن الواحد والعشرين بهذه الطريقه فرجع غير الدنيا كلها خلاص ذبذوله بالسجون السلفيين والان اصبحوا تغير الخطاب بأكمل وشفت المجتمع السعودي فرحان الناس فرحانه لا تصدق ما هم فيه يعني هذه الظاهره راح نشوفها بكل الدول العربيه مجرد ان ترفع السلطه السياسيه عن ايديها عنهم، وهذا الكلام انا راح اقطعه في فيديو ونفصل حتى الناس تسمعه وتعرف انه مجرد ان السياسيين يشعرون بان المجتمع لديه استعداد للتخلص من رجال الدين او تقليم اظافرهم صدقوني صدقوني رجال السياسه سيكونون في مقدمه صفوفهم، لان هم ايضا رجال السياسه مبتلين برجال الدين ويردون يتخلصون من سطوتهم وهيمنتهم عليهم لكن الناس تحاول تخشى المغامرة وأنا أقول لكم يا أخوان تحدثوا ومارسوا حريتكم إلى أقصى حد ممكن سترون النتيجة خلال سنة سنتين هؤلاء جميعا سيتم كنسهم في سنة واحدة فقط صدقوني مجرد ان تعطون فرصه للسياسي لان يقف في مواجهتهم، مجرد ان السلطه التي لدى رجال الدين انتم من منحها لهم. لا تعطوها ليس لسلطه رجال الدين، لكل من يفرض رايه عليكم، السلطه انتم مصدر السلطه. وليس الاخرين، السلطه في التي التي يمارسها رجل الدين هي ماخوذه منكم. فبالتالي لا تضعون لايك مع شخص مع احترامي الى عدنان ابراهيم لا تضعوا لك هو الان في حاله انحسار البرقاوي شو اسمه هذا؟ قنباوي قنيبي هذا ايضا لا تضع له لك على شنو؟ هيثم طلعت هسه عندي حلقه على ضد لان تركت هذا سامي عامري وهيثم طلعت تحدثوا عن موضوع كتاب خزعي الماجدي راح اطلع حلقه حول هذا الموضوع أنا شفت اليوم او البارحه طلع فيديو راح اسوي لقاء مباشر مو مثل اسوي مونتاج وشغل فبالتالي راح ارد عليهم هؤلاء ارد عليهم مو دفاعا عن خزعل دفاعا عن اي شخص يتخذ المنهج العلمي معيار له بعد من تعليقات طويله انا ما ما احب الفيديو يصير طويل بس احب انه جميع الاصدقاء اذكرهم وما ما انسى احد صار طويل الفيديو كلش يعني ماذا تعرف عن فيزياء الكم؟ ماذا تعرف عن علم الاحياء التطوري؟ هذا شخص يحاول يتحداني يقول انت لا تعرف شيء للعلم انا انا عملت في الفيزياء في مفاعل النووي العراقي خمس سنوات وعندي بحوث في الفيزياء النوويه وفيزياء الجسيمات والنيوترونات. من يجادلني في هذه القضايا لا لا انصحه ولا ولا انصح احد أن يجادلني في قضايا اللغه والتصحيح اللغوي واللغه العربيه لان انا شاعر. وانا كنت مدير وكاله انباء ف ومدير يعني متخصص باللغه العربيه واخطاءها وما الى ذلك فلا احد لا... لا انصح احدا ان يتورط معي في هذه القضايا لا املاء ولا نحوا ولا صرفا ولا 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 بكل كل الجوانب يقول عقولهم جامده يقولون ويرددون خرافات لا يفقهون حتى معناها فهم كالانعام بل هم اظل الاصنام الاسلام العباسي كما كامل كامك أه جميل هذا العباره اشكره صديقي هذا انا احبه أه اسماعيل هارون الرائع الجميل الرائع صديقي هاي التحيه ورد إلك يعني. أه ورده لك يعني وين هالورده ورده 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 ما وين راحت الورده ما طلعت ما ما صار مهم حرام على كل حال الصديق ايضا ميمو ميمو مشاش المصيبه انك تحسب نفسك مثقف اخ عليك يا زلمه بس ضحكت عليه سهيله حبيب شكرا عبد المسيح قل احترم نفسك تحسب نفسك مثقف انا ما قلت انا مثقف يعني حتى ذا قلت مشكله يعني هو يعني ماذا يريد يقول هذا ميمو على كل حال كل العالم رأى هروب الشيخ أحمد كريمة في مناظرته مع الملحد هشام المصري تحت ضيافة بسام سام أنا قلت له لا قلت له هاي كانت مقابلة سيئة وأنا أعتبر أنه الاثنان أخطأوا ونصيحتي لكل الملحدين أنا عندي حلقة بعد هذا راح أتحدث بها عن الإلحاد والإيمان وكيف لنا أن لا ندخل في هذا الصراع الاجوف الفارغ بين ملحدين ومؤمنين احنا اثنين المبتلين احنا اكثر ناس مبتلين بالمؤمنين عندي حلقه انه مشكلتنا ليست مع الالحاد انما مع الايمان شرحت في هاي القضيه هذا الشخص تحسين جبارة او جبار يقول انا ما شفت فيديوهاتك ومن خلال لغتك اعتقد انك اقل من ان يرد عليك عدنان البراهيم هذا ذكرت هذا الرد هذا الموضوع وهذا يعني علقت على هذا تحياتي أستاذ منصور الصديق غسان هاشم الرائع طبعا شيوخ الدين لم يكنوا الحجر المنطقية ولذلك يرجعوا للسب والصراخ طبعا لأن هو يفترض عند السلطة الكاملة وله الحق في أن يفعل ما يشاء الصديق فتحي أيضا أهل الدين ليس لهم تحياتي إلى الرائعة النعيمة نعيمة الرائعة الرائعة, الرائعة التي لا يمكن أن الحريص على متابعة كل ما يتعلق بقنوات التنوير وأحييها كل التحية وأعتز بكل كلمة تقولها وأتمنى أن الناس يسوون حلقة خاصة عن نعيمة في قنوات التنوير وتستاهل أكثر من هذا بكثير الشيوخ ليس لديهم خبرة تقول كيف يخوضون في الحوار الحضاري يعتمدون في حواراتهم على السرد والنصوص القديمة دون استعمال العقل فلا يأتون بجديد أبدا حواراتهم كثير كثير مملة وبائس لا هي مملة بالنسبة لنا لأنها لا تقدم لنا جديد لكن بالنسبة كلامها صحيح ودقيق جدا طبعا لكن بالنسبة للإنسان البسيط هذا يعتبرها كلام لأنهم أذن على هذا الكلام فيريد اشياء تنعاد وتتكرر عليه وهؤلاء يقدموا له هذا الغذاء اللي هو غذاء الكحولي بصراحه الادماني فهو الانسان السريع الادمان يعطيه هذا يوفر على الدوبامين والرجل الدين هي هاي وظيفته يستغل هرمون الدوبامين هو يشغل عده ايضا شو يقول من هم المثقفين حدد رجاء الذين يدعون للمثلية الملحدين أم السحاقيات هذا الكلام أنا رديت عليه قلت له جاوبته قلت له يعني كلام ربط جزافي ما علاقة ما قلت له ما علاقة المثقف بما تقول يعني المثقف مثقف ما علاقته بالمثلية ليش تربط هذه بهذه يعني هذا الكلام القياس المنطقي الأرسطي القديم اللي استخدم استخدمه يعني رجال الدين قياس فاسد جداً زين انا ما يخالف انا ممكن اجي معاه واقول له يابا انا انا راح اقيس بطريقتك واقول مثلا هنالك علاقه بين الارهاب والدين فبالتالي بمعنى انه انت المسلم يقول انه الاسلام هو كذا وكذا انا اقول اذا هذا هو المسلم انا مسلم وهنا مثقف المثقف يقول له علاقة بالمثلية والملحدين والالحاد. زين اوكي. انا اقول لك ايضا المسلم له علاقة بالعنف والقتل وغزو الناس وسبيل النساء واغتصابهن وبيع الاطفال والنساء ونهب الاموال. هذا ايضا مسلم. هل هذا هو المسلم تقبل؟ اذا هذا اذهب الى القران، اذهب الى كل مكان تجد هذه هي مواصفات المسلم. بهذا الربط الجزافي الامور يعني انه نحا... نجعل الامور فيما بيننا تدخل في حلبة صراع ومغالبة ومنافسة خارج العقل وخارج المنطق وندخل في منطقة العاطفه احنا نريد نطلع من هذه المنطقه نريد نتفهم ضروره وجود موظف مثقف ما هو المثقف ما هو الاسلام ما هو الدين ما هو تاثيره كيف نخرج من من حلبة الصراع هو هنا القضيه هذا مو ان ندخل بحلقه الصراع، نخرج من حلقه الصراع. انت تجي تحدثني انه المثقف هو ملحد، علماني، العلماني سيء، والمسلم هو الوحيد الجيد، او يجي العلماني يقول الملحد يقول المسلم هو انسان سيء، والمتدين هو انسان الدين انتهى، وهكذا هذا الكلام ما راح نخص من عندك. فالشخص قلت علاقه المثقف بما تقول ما له علاقه، فالربط هذا جزافي مجرد محاوله الاساءه للمثقف، المثقف هو الذي المثقف والمفكر هم الذين نهضوا بالغرب وهم الذين اطلقوا حركه التنوير وطوروا الانسان ونشروا حقوق الانسان، من الذي وضع حقوق الانسان؟ هم المثقفون والمفكرون، لم يضعه رجال الدين، بالعكس رجال الدين قاوموهم. المثقف الحقيقي الحر هو الذي عليه الاعتماد الان، المثقف الحقيقي الحر هو الذي يقول لك هذه القضيه فيها اشكالات كذا وكذا وكذا. المثقف الحر الناقد والقاسي طبعا، كل ما كان المثقف اكثر قسوه كل ما كان المجتمع يجب ان يوضع مكان مقدس لاي انسان يطرح افكاره مهما كانت قاسيه، لان هاي القسوه هي اللي تنبه والصح الناس مهما كانت قاسيه وغريبه ومنفره بالبدايه لكن يجب الانتباه الى ضروره احترام هذه المساله. المهم الصديق جاوب لي قال بان حضرتك شخص مثقف ونحن عندما نناقش اي دكتور ديناوي أي كان انتم دائما تذكرون السبي والغزو الناس وبيع الاطفال انا قلت له انا ضربتك ضربت هذا مثال لم اضربه لكي اقول لك انني اطعن في الدين او احاول ان اشوه الدين انا بالعكس اقول لك هذا منطقه الجدل والخلاف احنا نريد نحسم هاي المساله انه هاي الاخطاء موجوده لدى الجميع وعلينا ان نخرج من حلبه الصراع ونحاول ان نناقش القضايا باريحيه وبشكل منفتح ولا نفرض علينا ولا نقول نحن صحوه بحجه ان الله ورسوله قال هكذا، هذا الكلام هو سبب الاشكالات التي تحدث الفرقة بين الناس وإن لم تحدث الفرقة تحدث الطاعة والخضوع والخنوع والتخلف فبالحالتين الحالة سيئة في جميع الأحوال إن سيطر رجل الدين أو الدين على الناس فهذا سيء من أسوأ السيء وإن ظهرت فرق أو جماعات منافسة لهم فبالتالي هذا أيضا مسألة سيئة المسألة ليست مسألة فكرية الدين هو يعطيك نظام للحياة هذا النظام هو الذي يريدني الناقشة لا أكثر ولا أقل أما أن تأتي من القديم وتقول لا هذا النظام يجب أن لا يمس يجب أن لا يتحلل لا 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 وكفر وكذا وكذا بدأت المشاكل وأنت صحيح أنت صارت لكن المجتمع انحط المجتمع تخلف الناس تخلفوا يجب أن نكون عقلانيين بالتفكير ونعرف بأنه المشكلة هي مشكلة كيف نعيش كيف نحيا هاي هي القضية كلها شكرا جزيلا وأسف على الإطالة عندي مو اتصار على كل حال بقوا أصدقاء لازم أشير لهم أصدقاء رائعين نور كوكو أه يتحدث عن قال هذا متعمد حتى ان رجل الدين ضعيف هو ضعيف فعلا يعني ولا لماذا هذا هذا الدمويه مالته اتش جي اتش جي لا يتهرب رجل الدين يقول آه تحيه إلى آه توني جوزيف باسيل باسي برافو انا احيي يعني هذا الصديق الرائع دائما من المتابعين ولديه آه كلام يعني ملاحظات مهمه جدا سمير الفارابي رائع جدا تحياتي الى الصديق رائع ويقول يا رجل الدين يحاول دائما يجر النقاش باتجاه وجود الله من عدمه هي قضيه ليست وجود الله هي وجود الانسان فهذا السبب انه انا ادخل معك في صراع انه الله موجود غير موجود ما نعرف ما نحتاجه جواب بسيط لان ليس كل المثقفين يفهمون القران الكريم وانت اولهم يعني هو شنو يفقهون القران يعني شنو شنو يعني يفقه هو, هو, هو تفاسير مليون تفسير هسه جاي علي انت الان تقول المثقف لا يفقه القران الكريم يعني هو الف تفسير يعني روح اسالهم قلهم ليش ما سويتوا الف تفسير قران يقول لك ان انزلناه قرانا عربيا مبينا ما الحاجه للتفسير هذا هو اصلا التفسير ما له داعي ولا ولا داعي للفقه اصلا هو يقول لك مبين اذا غير مبين خلاص ما نحتاجه بعد يعني ما احترامنا ما نحتاجه بعصرنا هذا قصدي وليس في الماضي الماضي الى الاحكام آه سمير الفارابي آه تحدثت عنه صديق حياتي ما اعرف شو ترجع الارقام ما اشوف بالاخير ارجع من الاخير احسن هاي طويله كده. لا مستحيل اقدر اكملها تحياتي للجميع لان عدد كبير جدا لا استطيع الفيومي الرائع الجميل من اروع التعليقات اللي اقراها بصراحه ويضيف لي اضافات كبيره وطريفه بها لكن عميقه وحيه تحيه حاره واتمنى يدرس لي شيء حتى انشره باسمه خاصه. ايضا ايسر عاكف الجميله مقولته الفيوم مرتين اعطني النايه قال وغني فالغنى سر الوجود وما فائده تعقيم ابره السم قبل ان تعطى لمجرم محكوم عليه بالاعدام وان كان لا بد من قتل هره قط لسبب لسبب اشتداد مرض عضال به فلا باس ان يتناول السم حبذا لو كان بنكهه وطعم الفرقان. لا يقول لا تتملكني جرأة لان اقول ان المناظره مع رجل الدين هي عبث لسبب ان معظمهم منغمسين حتى الثماله في مستنقع ثاني اكسيد كربونات انتم الاعلون هذه الاعلون تفرض عليه عليه الا يرى بنظارته سوى الاسود او الابيض وتشبعه بعنجهية متكلسة بجوهرها وشكلها تحيات العطرة بحجم ذنوبي لشخصك الرائع أستاذ منصور وأحيي جهودك وعطائك الذي ينير العتمة والظلام في عقولنا ويروي وجزء من أرواح الذين التي تصحرت من وهم الأديان ويروي أو يروي ما, ما أقدر رامي باسيم يقول انت تقدم لنا نفسك كفيلسوف انا اقدم افكار يعني انا منتج افكار يعني هاي لا مشكله رامي اسماء مهمه والله راحت كل الاصدقاء انا احب اذكرهم كلهم لكن اسف لان كثير على كل حال شكرا جزيلا واسف على طاله وتحياتي للجميع